السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعد تلاشي الضباب خلال الصبيحة على الواجهة الشرقية. الأجواء تبقى مستقرة مشمسة على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب حتى على الجنوب، عدا زوبعة رملية ستنشط على أقصى الجنوب. 6 درجات خلال ليلة اليوم وخاصة صبيحة الغد تقريبا على كافة الهضاب. ننتظر 14 درجة على العاصمة، 13 درجة على شمال الصحراء، 20 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع على الواجهة الساحلية. ننتظر مقاييس ما بين 23 و 24 درجة، 27 درجة على كل من تيزي وزو البويرة البليدة، نفس المقياس على ولاية غردية حتى على طن راست، 34 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر جميل هادئ على الواجهة الغربية، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، رياح ضعيفة تقريبا على كافة السواحل. خلال يوم الجمعة إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء صحوة بعد تلاشي ضباب على الواجهة الغربية، بينما السحب ستنتشر، ستزداد كثافة خلال الأمسية على المناطق الوسطى، وخلال الليل بعض الأمطار غير مستبعدة على السواحل الشرقية مع هبوب رياح قوية، أجواء مشمسة على الجنوب. خلال يوم السبت إن شاء الله بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة ستخص الواجهة الوسطى وكذلك الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات، نفس الوضعية الجوية على المناطق الغربية بعد تلاشي الضباب، كذلك على الجنوب فالأجواء تبقى مستقرة. خلال بداية الأسبوع القادم دائما أجواء مستقرة بعد تلاشي الضباب مع نسبة رطوبة عالية على الواجهة الساحلية الوسطى والغربية، سحب ستنتشر بدون فعالية على الواجهة الشرقية مع هبوب رياح قوية على السواحل. درجات الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى غاية 27 درجة على المناطق الشمالية، وما بين 23 درجة إلى غاية 32 درجة على المناطق الجنوبية. غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 5:38 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.